هذه الجائزة بدأنا فيها من الجامعة من 2009 تقريبا إلى الآن مستمرة. تم تطويرها بشروط، بداية كان شروط يعني فيها تميز وفيها إبداع وفيها مبادرة في تطوير العمل بالجامعة، وفيها أداء مستمر وتعاون أيضا مع الزملاء والزملاءات في بيئة العمل. لا شك أن العمل الجماعي أيضا، وكلهم قالوا في كلماتهم أن العمل الجماعي ودعمهم من زملائهم، وهذه البيئة اللي تقريبا تم إعدادها في جامعة الكويت الآن، نركز على العمل الجماعي، نركز على التواصل، نركز أيضا على إذابة الفوارق بين الإدارات والتواصل مع بعضنا البعض. الأهم أنه إنجاز العمل. جامعة الكويت في الجهاز الإداري اللي هو الجهاز المساند، الجهاز الأكاديمي اللي هو يعمل يعني خلف الكواليس لتذليل كل الصعوبات حق الطلبة والعاملين وضعي التدريس. جائزة التميز يعني حيث على فرمنها بحوض 10 سنوات، الهدف منها أنه هو نحفز المبدعين من العاملين وكذلك الإدارات بمشاريع جديدة تخرج عن نطاق التقليدي، ولازم تكون لها منظومة جودة. الإدارة لازم لها سياسة في واستراتيجية واضحة تمشي عليها عند التقديم.